وصل طيران العدوان السعودي استهدافه لمحافظة تعز. أفاد مراسلنا في المخا أن العدوان استهدف بأربع غارات منزل المواطنين في مديرية المخا. وفي ذباب تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تأمين معسكر العمري بعد دحر عملاء ومرتزقة العدوان من كل المواقع التابعة للمعسكر والجبال التي كانوا يتمركزون فيها من الجهة الجنوبية الشرقية. وفي جبهة الضباب أكد مصدر عسكري مصرع وجرح العشرات من عملاء مرتزقة العدوان وتدمير مدرعة في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في هذه المنطقة.